رجعنا لكم تاني. ودايما بحاول انا في واحد من الناس كده بنعمل فقرات فيها نوع من التخاطر. معانا صديقنا عزام. ازيك يا عزام؟ الحمد لله. مبسوط جدا ان شفت حضرتك. اوعي تسلمي موبايلك، انا بقول لك من اول اهو، يعني شوفي احنا قاعدين مع بعض اهو، اوعي تسلمي موبايلك. فهتعمل ايه بقى النهارده مع ريهام؟ خلينا نشوف مع بعض. شوف كل الكاردز دي ارقام مختلفه زي ما حضرتك شايفه. فنطيها زي ما حضرتك عايزه. لخبطيها كويس جدا. هطلب من حضرتك تلمسي اي كارت انت عايزاه او قول ستوب في المكان اللي انت عايزاه. قول ستوب. ستوب. اوكي خدي الكارت. شوفي وريه للكاميرا من غير ما انا اشوفه. احفظ الكارت والعلامه وكل حاجه. اوكي. اوكي حط الكارت في المكان اللي يعجب حضرتك بنفسك وفنط الكوتشينه زي ما حضرتك عايزه. ما تبصش بقى. الناحيه الثانيه. اتفضل. دلوقتي انا اعرف كارت حضرتك اي واحد في دول؟ مين؟ مستحيل صح؟ تمام. هطلب من حضرتك تفكري في اي اسم بني ادم حضرتك عايزاه، اي اسم يعجبك. اشرف عبد الغفور. اول اسم في الاسم بتاعه بس. اشرف. اشرف. انجليزي ولا عربي؟ عربي. عربي. سبيل كده اشرف بعد اذنك. الف. افتحي ايدك كده لو سمحتي. الف. شين. شين. ري. ف. ف. افتحي ايدك التانية. لو كنت سبيلتي بالانجليزي كان بقى اكتر. نزلنا هنا عدد حروف الاسم صح؟ الكارت اللي عليه الدور وحضرتك اللي كنت مفنطه. كارتك كان رقم كام؟ اقول لك عليه يعني؟ ولا اقول انا؟ قول انت. بص في عيني كده. اعتقد ان هو كان رقم مش صوره صح؟ هو رقم مميز بالنسبه لك؟ 7. لونه احمر؟ لا هو لونه اسود. من عينك باين ان هو ترفل، ممكن نشوفه كده؟ اوبا ايه ده؟ لا ده لا انا لازم افهم التركات دي على فكره من فضلك يعني. جدا. شوف خلينا ناخد السبعه دي زي ما هي ونحطها هنا. ونختار ان اول كارت حضرتك اخترتيه ايه؟ 7. علامه شفه. خليه هنا. ايه علاقه بقى الاسم بالموضوع؟ ان الاسم هو اللي عرف الكارت، يعني لو انت كنت اخترتي عبد الغفور مثلا عبد الباقي. ما تدقيش يعني. اوكي. كذا عدد. اوكي قبل ما ابدا التريك ده انا معايا ورقه. خليها هنا او خليها في ايد حضرتك طول الوقت. ماشي. اتفقنا؟ اسم من اي مكان يعجب حضرتك. فكري في اي رقم من 1 ل 10 حضرتك عايزاه، قولي لي عليه. 6. 1 2 3 4 5 6. كان ممكن تختاري اي رقم تاني. اكيد. خلينا نفنط كل الكاردز دي. والمسي اي كارت حضرتك عايزاه، اي كارت عجبك المسي. ناخده زي ما هو ونحطه هنا. في اي مشكله؟ اتفقنا. في الموبايل حضرتك. خليه هنا. موبايل حضرتك بعد اذنك مش هعمل بيه حاجه، مش هفتحه. لا مش هفتحه. طب خليه مع حضرتك. خد امسك. مش تفتحه؟ مش هفتحه. امسك. خليه هنا. حضرتك اختاري اي تليفون منهم. التليفون. تليفون حضرتك. هاخد التليفون ده زي ما هو. الورقه فين اللي حضرتك ماضيه؟ خليها في ايدك بعد اذنك. اوكي. وقولي اي رقم. 3 مثلا يوم كام؟ لازم اقول 3 يوم كده. بقول اي رقم. از يو لايك. خلاص هقول رقم. كام؟ 12. اي شهر في السنه تختاره؟ شهر 7. 12. خليكي معايا. تايمز 7 ضرب 7 12 في 7. هتعرف تقول الناتج؟ لا. اخر رقم في التليفون حضرتك كام؟ 2 في 2. اكتر رقم حضرتك بتحبه كام؟ 5. لعيب كره مفضل بالنسبه لك مين؟ محمد صلاح. في 11. اختار اي ساعه في ايدك. ساعه رقم كام مثلا؟ يعني من 1 ل 12. من 1 ل 12 كام؟ 3. في 3 كام دقيقه؟ ده ايه ده كام دقيقة؟ اعتبرهم 40 دقيقة. 40. حد يعرف يقول ناتج الأرقام دي كلها ولا لا؟ لا. ولا أي حد بقى. أوكي. مع نفسك. امسك الموبايل بعد إذنك. أيوه. دوس علامة ضرب. أدوس على إيه؟ ضرب فيه. ضرب فيه. أني نمبر أز يو لايك، أي عدد يعجبك، أي عدد يعجب حضرتك. بس ما تضغطش يساوي. 500. ما تقولش. رقم صغير. ها. أوكي. اديني الموبايل من غير ما أشوف. حضرتك امسك الموبايل. دوسي ضرب. امال يعني اي رقم يعجب حضرتك من غير ما اشوفه. حابه تدوسي ايكول ولا لا؟ زي ما انت عايز. اوكي دوسي ايكول. ها
ده مجناتك دلوقتي انا اعرفه؟ لا. حد يعرف يقوله غيرك؟ لا. اتفقنا. غمض عينك بعد اذنك، فكر في رقم من 1 لـ 5، من 1 لـ 5. افتح عينك قوله. من 1 لـ 5 كام؟ 2. 2. الرقم اللي قبل الاخير عند حضرتك 2. فكر في رقم من 1 لـ 5. 2. يس قوله. الرقم صح؟ قول رقم اللي قبل. ايه القلق ده؟ اختار رقم من 1 لـ 5 تاني. 3. 3. اخر رقمين مجموعهم 3. اوكي. والرقم اللي قبل الاخير واللي قبله مجموعهم برضو 3. ايه ده؟ ايوه. فكر في رقم من 1 لـ 5 اخر عدد كام؟ 4. اول رقم عندك 4 وثاني رقم عندك 4. بص في عيني كده بعد اذنك، الرقم اللي قدامك 4 مليون 404000 121. صح الموضوع ولا ايه كده؟ يخرب بيتك ايه ده؟ 404121. الموبايل بتاع حضرتك مقفول صح؟ انا فتحته. لا. جيت عنده. لا. بص زي ما حضرتك هاخد الناتج ده كوبي في ايد اهو وارميه هنا. اوبن الفون بليز، افتح تليفونك، افتح كالكليتر. افتح كالكليتر؟ يس. كالكليتر. ايه ده؟ 4 مليون 404 الف 121. خلي الموبايل ده مع حضرتك. مين اللي منزل